الله 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 سبحان الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العلي العظيم. نحن في رحاب سورة النحل. سورة النحل مكية كما قلنا، وتسمى سورة النعم لأن كثيرا من النعم، أكثر من 50 نعمة ذكرت في هذه السورة المباركة، حتى توقظ ضمائر الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى التقوى وإلى الفضيلة وإلى الأخلاق وإلى الاستمرار في هذا الخط الرسالي. أما في هذه الليلة بمناسبة الآيات السابقة في ليلة أمس، يصور الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي تلوناها على مسامعكم تصويرا مخيفا ومربيا وموقظا للضمائر. مشاهد القيامة كثيرة، ليس مشهدا واحدا. 50,000 سنة مما تعدون، مشاهدها كثيرة، مشاهد للمؤمنين الموقنين المظلومين في هذه الدنيا، ومشاهد للكافرين والظالمين والطغاة. ولا شك أن الآخرة دار حساب ودار مجازات ودار ثواب أو عقاب، هذه عقيدتنا بالنسبة إلى المعاد. تفاصيل هذه المشاهد لا تصل إليها العقول. شنو يصير هناك يوم القيامة ما ندري، يعني العقل ما يوصل، أنه كل العقول إذا اجتمعت لا تقدر ولا تستطيع أن تصور مشهدا من مشاهد القيامة. ليش؟ لأنه هذا من الغيب. أما أصل المعاد عقلي، لا شك أن الله الحكيم خلقنا
وأراد منا أمورا لمصلحتنا لحبه لنا لرأفته بنا. أما الذين كفروا وظلموا ولا عقاب لهم في هذه الدنيا، والذين ظلموا والذين باتوا هكذا تحت سطوة الظالمين ولم يؤخذ حقهم، هؤلاء في الآخرة يجازون بالجنة وأولئك يجازون بالعقاب، وهذا شيء يقبله كل العقول، تقبله العقول. أما التفاصيل يذكرها القرآن في سور مختلفة، من تلك الصور هذه الصورة التي الليلة نقرأها. في الدنيا المجرم الذي يتجاوز الحدود ويظلم الآخرين يمكن أن يفر، يمكن أن يهرب، يمكن أن تنطلي الحقائق أمام المحاكم بالرشوة، بالواسطة، بتغيير الملفات، بالاعتذار، بالوعود الكاذبة وما أشبه. الآخرة إخواني دار الحقائق، كل الحقائق تتجلى، كل السرائر تنكشف، لا يمكن أن تأتي هذه الذرائع الدنيوية في صعيد القيامة، ما ممكن. يعني ممكن رشوة هناك، الشفاعة غير شيء، الشفاعة لطف من الله، الرشوة، تغيير الملف، الكذب، الوعود الكاذبة، التوبة الكاذبة، كل هذه لا يمكن. ليش؟ لأن هنا الأسرار خفية، الله أراد هكذا أن الأسرار تبقى خفية في الدنيا. أنا شنو؟ أنت ما تدري، وأنت شنو؟ أنا ما أدري. الأعماق لا تكشف، لا تنكشف في الدنيا، وحتى عند الأئمة عليهم السلام وعند الأنبياء لم يكونوا مأمورين بكشفها، لم يكونوا مأمورين بكشفها. هذه معادلات الدنيا. معادلات الآخرة تختلف، وبصرك اليوم حديد، كل شيء يظهر. هاي مشكلة الآخرة، هسه مشكلة أو مو مشكلة بعد ما أدري. هنا يصور الله سبحانه وتعالى أن هناك في يوم القيامة أكو شهود أيضا. طيب يا رب العالمين، أنت العليم بكل شيء، تحتاج إلى شاهد؟ الله يحتاج شاهد؟ الذي تخفى عليه الأمور يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى من يأتي إلى المحكمة ويشهد، مثل معادلات الدنيا. فلماذا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي آيات أخرى أيضا، حتى في سورة ياسين أتصور، أن هناك شهود؟ الشهود منه؟ أولا الشهود من جلودنا، من أيدينا، من أرجلنا، حتى أكو في الأحاديث من الأماكن التي ارتكبنا لا سمح الله معصية، المكان يشهد. ولذلك من المستحبات إذا ذهبت إلى مشهد من المشاهد المقدسة أو مسجد، صليت في مكان ركعتين مستحبة، بدل مكانك للركعتين والأخريين. ليش؟ هذا المكان يشهد وذاك المكان يشهد، فعندك شاهدين، كل شيء يشهد. من تلك الشهود أو من أولئك الشهود الأنبياء
عجيب. الأنبياء كل نبي يشهد على أمته أو لأمته، على أمته، على الذين ظلموا وارتكبوا المعاصي وبدلوا الدين وحرفوا. موسى يشهد لأمته، عيسى عليه السلام يشهد لأمته، إبراهيم لأمته، نوح لأمته، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشهود لمن يجون في المحاكم الدنيوية، شايفين يمكن محاكم، وأنا حكمت طبعا في أيام الشاه. عندما تذهب إلى محكمة وتحاكم، أنت تطلب شهود، أو المدعي العام يطلب شهود، أو المدعى عليه يطلب شهود، وهكذا. أنت تقدر تعارض، يعني تقول هذا الشاهد يكذب، هذا الشاهد ده يغير الواقع، لأن الواقع مو واضح. من يقول أنا مسوي هذا الشيء؟ الأدلة مو واضحة، الشهود يكذبون، يمكن يأخذين رشوة. الشهود الذين يشهدون من هم؟ معصومون. نبي يشهد، معنى ذلك أنه لا يكذب أولا، ثانيا شهادته علينا كانت كالحضور. شلون يعني كالحضور؟ يعني احنا الآن جالسين هنا، هكذا عقيدتنا، اللي يقبل يقبل واللي ما يقبل كيف. نحن عقيدتنا أن الأئمة سلام الله عليهم، الأنبياء عليهم السلام، كانوا شهودا حاضرين على أمتهم. والآن نحن تحت نظر مولانا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، غير أن الملائكة تأتي في كل أسبوع في ليلة القدر، هذه الليلة التي نحن في رحابها، ليلة التوبة، ليلة الإنابة، ليلة الرجوع واتخاذ القرار، القرار أنه يا رب ما مضى مضى، كل شيء سوينا في هذا العام اللي راح نعتذر إليك. هنا أكو اعتذار، هناك ماكو اعتذار بعد. ليش؟ لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، عمل ماكو بعد. هذا التصوير خليه في ذهنك حتى نرجع إلى الآية الكريمة. إضافة عفوا قبل ما نرجع، الشهداء الشهود معصومون طاهرون وعالمون بنا، الآن عالمون بنا. هسه أنت تريد شوية تخفف، تقول الملائكة يجيبهم الأخبار، ما يخالف، بالنتيجة عالمون بنا بحقائقنا مو بظواهرنا. ظواهرنا كل واحد يعرف الظاهر، أنا أعرف ظاهرك وأنت تعرف ظاهري، بس مش مدرك أنا شنو وأنا ما أدري أنت شنو، واحترامي للجميع. في قلوبنا شنو؟ في واقعنا، في أعماقنا، ما ندري. أما المعصومون يعلمون بتعليم الله طبعا، مو ذاتا ولا استقلالا، بتعليم الله سبحانه وتعالى، ومقبولون عند الله. أكو شهود مو مقبولون في المحكمة، يقول أنت قاصر، أنت مثلا عليك تهمة، أنت مذنب. الشهود لازم يكونون عادلين، فهؤلاء عدول ومقبولون ومعصومون. إضافة على ذلك أن الحقائق تنكشف هناك، عندما تنكشف بعد شنو؟ طيب لماذا يأتي الله بالشهود؟ قبل أن أقرأ الآية، المفسرون خش استحسان عندهم أو تفسير أو شيء توضيح أن هذه قضية لها بعدان. البعد الأول في الدنيا يفيد أيضا، يعني أنا الآن إذا أدري أنه أكو كاميرا
هذه الكاميرا تصورني. شايفين ذول اللي في الشوارع يسرعون، مع الأسف يسرعون بسياراتهم في السياقة، بس يوصل إلى هذا شو اسمه الكاميرا الناظور يخفف السرعة. ليش تخفف؟ طبعا أنا عندي إشكال على الذي يخفف ولا يخفف. إذا هو ممنوع ليش تخفف؟ لأنه أكو ناظور، أكو كاميرا، فيخاف من الكاميرا، مع أنه شرطة موجودين، مع أنه الحكومة موجودة، النظام موجود، القوانين موجودة، ولكن يتوجس خيفة من الكاميرا. أنا إذا تصورت، مو تصورت، اعتقدت يقينا أن يدي هذه تشهد، بابا، أن رجلي تشهد، أن جلدي يشهد، استجير بالله، وفوق هؤلاء الملائكة يشهدون، الأرض تشهد، الهواء، الجو يشهد، والأنبياء يشهدون، إضافة على ذلك نبينا محمد يشهد. اللهم صل على محمد. شوي نخجل بعد، هذه تربية بها. المفسرون يقولون من آثار قراءة هذه الآيات أن الحقيقة الإنسان شوية، مع أنه يدري أن الله يدري كل شيء، إحنا كلنا ندري أن الله ناظر علينا بعلمه المطلق، ولكن إذا شفت أنه الإمام الحجة مده يطالع وسوف يشهد، شوية نخجل، خصوصا إحنا السادة أولاد النبي لازم هواي نخجل. الناس يحترمونا في الدنيا، بعدين نروح هناك نشوف النبي ما يحترمنا، جدنا. وانتم اولاد غير النبي ايضا الانبياء يشهدون عليكم ولكم، ان شاء الله يكون الشهاده لصالحنا ان شاء الله. نرجع الى الايه، ويوم، يعني اذكر يا رسول الله للناس، تذكر يوم، اي يوم؟ يوم القيامه. ويوم نبعث من كل امه شهيدا. الله اكبر، كل أمة إلى شهيد. بعض العلماء يقولون يعني المؤمنين يشهدون على غير المؤمنين، يعني الآن أكو مؤمنون بالآلاف يشهدون على غير المؤمنين الظالمين. خب هذا تفسير، ولكن التفسير الذي هو أصح أن الأنبياء يشهدون، الأئمة يشهدون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. ثم ليش الأنبياء؟ لأنه لازم يكونون مطهرين، وماكو مطهر غير المعصومين. هذا واحد. ثانيا، هذه الآية استدلاله وبرهان، استدلالها وبرهانها تؤيد مذهبنا نحن الشيعة. كيف؟ غير المعصوم لا يستطيع أن يشهد، والمعصوم لماذا هو الذي يشهد؟ لأنه يعرف الحقائق. إن الناس العاديين ما يعرفون الحقائق، يعرفون الظاهر، فلازم الشهيد يكون شنو؟ يكون يعرف الحقائق. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. في الدنيا يؤذن، ليش؟ لأنه الحقائق مو واضحة، يمكن الحق مع المجرم، أنا المتهم، عفوا، المتهم في المحكمة، من يقول أنه متهم؟ يعني من يقول أنه قد وقعت الجريمة على يده؟ مو معلوم، يمكن يصورون الآن، خذ تصوير عادي صاير، بعد يدبلجون يجيبون صورتك لا سمح الله مع شيء قبيح كما هو موجود الآن، هذا مو دليل. يمكن الشهود يكذبون، يمكن ماخذين رشوة، يمكن المحكمة غير عادلة، فأكو مجال، هناك لا مجال للدفاع. هذا لما تقرأ أول شيء هذه الآية شوية ممكن بعض الشباب يجي إشكال عليهم، يعني الله ظالم والعياذ بالله؟ خليه يدافع عن نفسه، خليه يدافع عن نفسه، خلي يدافع عن نفسه حتى شنو يصير؟ حتى تنكشف الحقائق. بعد مو شغل الحقائق واضحة،
عندما تكون الحقائق واضحة كالشمس في رابعة النهار، فبعد شنو تنكشف؟ واضح صار؟ يعني مثلا أنا في الدنيا ممكن أن أدافع عن نفسي لأن الحقائق مو منكشفة أمام المحكمة، أمام المدعي مثلا علي، فلازم أدافع عن نفسي، أجيب محامي، أجيب لجنة محاماة، كله صحيح. أما في الآخرة ماكو شيء غير مكشوف، كل شيء واضح. حقيقة في التصوير جدا مهول، يعني لا يمكن إنكار شيء. ولذلك يقول ولا لا ما بي ثم لا يؤذن للذين كفروا، للكفار الظالمين الطغاة لا يؤذن لهم حتى شنو يسوون؟ يدافعون عن أنفسهم. ولا هم يستعتبون، يستعتبون من كلمة العتبة، كما في الأدعية موجودة لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى، يعني مجال حتى ترضى، يعني أنا أريد أرضيك. ما يقدر هناك يرضي الله، أو الله يعطي مهلة حتى يرضيه، أولا لأنه دار جزاء وليس دار عمل، ثانيا الحقائق مكشوفة، فشلون بعد يدافع عن نفسه؟ يعني لا فائدة في الدفاع. هذا مشهد. خب هنا شنو صار؟ تصوير لمشهد مهول مخيف مربي في نفس الوقت من مشاهد يوم القيامة. نستجير بالله، هناك شوف الحقائق كلها منكشفة. أنا في الدنيا كنت أضمضم، كنت أخفي واقعي، هناك تنكشف الحقائق والشهود تشهد، من الجلود والأيدي والأرجل والأنبياء والأولياء يشهدون. فبعد ماكو شيء. بعدين شو يصير؟ وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، ما دام هكذا عندما يرون العذاب عذاب جهنم فلا يخفف عنهم. ليش لا يخفف عنهم؟ في الدنيا تخفيف أكو لأجل استئناف العمل. التخفيف إيش وقت يجي؟ المحكمة تخفف، يقول ما يخالف، أنت مثلا المجرم حكم عليه بعشر سنوات، بعدين يقولوا له ما يخالف إذا صرت خوش ولد بالسجن أنت نخفف لك خمس سنوات، خمس سنوات اطلع استأنف الحياة. استأنف يعني شنو؟ يعني صار خوش ولد، بعد كان يضرب الناس، كان يحطم السيارات، يتجاوز على الجيران، الآن أعطيناك فرصة اطلع صير خوش ولد بعد، لا تسوي هالأشياء. استئناف العمل. طيب الآخرة فيها استئناف العمل؟ عمل ماكو بعد، ولذلك ماكو فائدة. فلا يخفف عنهم، أولا هذا الجواب. الجواب الثاني، هذا المجرم الطاغي الظالم الكافر الذي تجاوز على حقوق الملايين من البشر. أنتوا شوفوا الآن التاريخ المعاصر إلنا، الوقت التاريخ اللي احنا عشنا، كم مظلوم ومظلومة سحقوا وسحقنا في السجون في العراق وفي غير العراق، وين حقهم هذول؟ يجي الطاغي يروح إلى يتوب هناك وخلاص يتفضل، كم راجدي يروح للجنة؟ شلون يصير هذا؟ هذا ليس من عدل الله سبحانه وتعالى. الله عادل، الله حكيم، يجب أن يجازى، ولذلك لا يخفف عنه. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يعني يعطيهم مهلة. المهلة في الدنيا إخواني، التوبة في الدنيا، لأنه أكو مجال للعمل ولو لحظة قبل الموت. حقيقة شقد الله رحيم بنا، أرحم الراحمين. الليلة إخواني بعد لازم نشد حيلنا، اللي يقدر يناجي يرفع المصاحف، يتوب، يستغفر، وأيضا إذا عنده مشكلة مع الغير هذا أهم شيء، الله يغفر الذنوب التي ترتبط به، ولكن بالنسبة إلى الآخرين مشكلة. الآن شيل التلفون الهاتف واتصل باللي عنده حق عليك
قل أنا أعتذر منك. من الأشياء اللي يجب أن نتعلمها في هذه الليلة، حتى إذا ظلمنا في هذه الليلة توسل إلى الله سبحانه وتعالى، لنتوسل كلنا إلى الله حتى نعفو عمن ظلمنا، حتى نعفو عمن اغتابنا. هذا إلى هواية جزاء يوم القيامة. شفت حديث أنه الذي يعفو يأتي النداء من قبل الله يوم القيامة، أنت عفوت، الآن شوف عفوي أنا، اذهب إلى الجنة. إيش قد إلى قيمة هذا. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ينظرون يعني لا يعطى إليهم، لا تعطى إليهم مهلة للتوبة، للاستئناف، للعمل، لأن ماكو عمل ذاك اليوم بعد. هذا مشهد. المشهد الآخر، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم. المشركون كانوا يعبدون الأصنام، وهذه كانت الأس الأساس لانحرافهم عبادة الأصنام. ليش؟ لأن اللي يعبد الصنم بعد ما يتوجه إلى التقوى، إلى الفضيلة، يسوي كل شيء بعدين يقول هذا الصنم يشفع لي، هو الله بعد في عقيدته. وهناك أصنام من غير الحجر والمدر، أصنام عاديين بشر أيضا. فرعون كان صنما، كان يعبد من دون الله. الظالمون أيضا يتبعون، فكأنما يعبدونهم. هذول هناك يوم القيامة يجتمعون. شو يصير؟ حتى أكو في بعض الآيات القرآنية إشارة إلى أن الأصنام نفسها يجيبوها يوم القيامة. اللات يجيبوه، العزة يجيبوه، منات يجيبوه، الأصنام اللي الآن تعبد يجيبوه، فرعون يجيبوه. هو مجرم وأيضا كان يعبد. هناك يصير نزاع بين المشركين وبين من عبد، يعني الصنم نفسه. شوف التصوير شقد مخزي، أنه يجيبون فرعون ويجيبون من عبده وأطاعه. هذا التصوير. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، يعني الأصنام، الطغاة اللي كانوا يتبعوهم، شو يسوون؟ يجيبون عذر رأسا، يقولون بالمحكمة هنا أيام الدنيا نقدر نجيب فد عذر، يعني فد وسيلة، فد شيء حتى شوية نتبرأ، شوية نضحك على رئيس المحكمة مثلا. هناك شو يسوون؟ من كثرة الهول الظالمون يقولون يا ربنا هؤلاء الأصنام، هاي الأصنام تشوفها، هذول صاروا سبب، مو احنا، فرعون كان سبب، نمرود كان سبب، الظالم هو الذي كان سبب، يعني الرئيس. انظروا إلى التصوير. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، يشوفوهم يوم القيامة، حتى الأصنام تأتي يجيبوها، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذول كانوا السبب، مو احنا، الصنم كان سبب، الحجر، التمر اللي سويته، الصنم كان سبب، فرعون هو السبب. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. الله يلقي القول في الأصنام من الحجر والمدر، جاوبوهم، يقول كذابين هذول، احنا احنا احجار كنا اصلا. الحجر يتكلم، الصنم يتكلم، يقول يا ربي، وألقوا، ما يقول هو يتكلم، يلقى عليه القول، يعني شنو؟ يعني الله يجعله ينطق، الصنم يتكلم. شو يقول؟ يقول إنكم لكاذبون، احنا أصنام كنا، احنا حجر أصلا، ما عندنا روح، ما عندنا نطق، فهم ما كان عندنا، حياة ما كان عندنا، حجر كنا احنا. هذا تفسير. حتى الذي كان له عقل وحياة، يعني فرعون، يقول أنا ما سويت شيء، أنا دعوتهم بس هم كانوا أيضا يردون. هذه من المشاكل التي إحنا مبتلين بها في الدنيا. شوفوا أكو رؤساء هؤلاء
يجرون الناس إلى الشرور، إلى الجريمة، إلى ارتكاب المعاصي، وأكو ناس يتبعونهم، وإلا هم واحدهم ما يقدرون يستوون شيء بعد، يتبعونهم. بعدين يقول المأمور معذور، أنا شو أسوي؟ هناك ماكو هذا الحكي. هناك الشركاء يتنصلون منا، يعني الرؤساء يقول أنا قلت لك تعال سوي، أنت ليش سويت؟ فاثنيناتهم يبتلون هناك. هذه الآية تصور هذه الحقيقة. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم، يعني الملائكة يلقون إلى الأصنام القول، يعني يخلوهم ينطقون. شو يقولون؟ يقولون إنكم لكاذبون. أشرنا أشروا أنه السيد المنوري وصل، إحنا فقط نقرأ الموعظة الأخيرة ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السيد الواعظ عفوا شو قلت؟ منوري من باب أنه هو منور، يعني مالي السيد الواعظ حفظه الله. طيب إحنا الآن في ليلة 29، في ليلة 19 عفوا من شهر رمضان، أولى ليالي القدر، وذكرى المصيبة الكبرى على الأمة الإسلامية. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. رأيت هذه الرواية، شفت خوش رواية لهذه الليلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حبي وحب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهن عظيمة. احنا قرينا الآن أنه من أهوال يوم القيامة، قرينا. طيب احنا إن شاء الله لا ظالمين ولا كفار ولا مشركين، ولكن أهوالها عظيمة، نحتاج إلى الشفاعة، نحتاج إلى من يأخذ بأيدينا في الدنيا وفي الآخرة. حب الرسول وحب آل الرسول بتصريح الرسول بكلام الرسول يفيدنا نافع لنا في سبعة مواطن. أولا عند الوفاة، من يضمن أننا إلى السنة القادمة نجتمع هنا ونرفع المصاحف ونتوسل ونقرأ التفسير؟ من يضمن؟ إلى بعد لحظة ماكو ضمان. عند الوفاة. ثانيا وفي القبر، بيت الوحشة. ثالثا وعند النشور، مليارات المليارات من البشر ينشرون ويبعثون من قبورهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، في شيء مهول أصلا، يوم يفر المرء من أخيه، وعند النشور. رابعا وعند الكتاب، كتاب يعني المحاسبة، أو الكتاب بمعنى أن يعطى كتابه بيمينه أو بشماله، نفس الشيء. خامسا وعند الحساب، أتصور عند الكتاب يعني الإشارة إلى إعطاء الكتاب إلى اليمين أو إلى اليسار، لأن الخامس يقول وعند الحساب. عند الحساب حب أهل البيت، حب رسول الله يفيدنا. سادسا وعند الميزان، حساب صار، كتاب صار، القبر تجاوزناه، الوفاة انتهى، نصل إلى الميزان، توضع أعمالنا في كفتي ميزان. هنا نطالع شوف يا كفة تنزل ويا كفة تصعد. وعند الميزان. والسابع وهو الأهم، وعند الصراط. اللهم اجعلهم شفعاء لنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله الله الله.